السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا هلا والله بمتابعين الكرام، يا هلا وسهلا. فيديو خفافي وصراحة ما نويت أصور لكم، لكن ما أدري مسكت معي قلت بصور، ليش ما أصور؟ دائما أكشت وأطلع، أهل اليوتيوب لهم حق علي. منها إن شاء الله أنه يكون مقطع قصير ولعل في بعض الأشياء مفيدة. طلعت نفود عقب عصر، تمشي تغريزة، ها ساعة صدر، نبي لكم شيء على ما قال يوسع الصدر. اليوم إن شاء الله نبي نطلع خلنا لفة في النفود ونمر على بعض الربع، نتقهوى معهم ونشوف رقية طعسم منه ومنه. الله يحييكم ويجزاكم خير. بيجيكم سنابي، صوروا الشاشة، والله يحييكم هناك. وهذا أنا توني على ما قال مجهز الأمور، معبي التانكي، بسم الله ما شاء الله. أنت ما عارف الموتر محمل ما يحتاج، ها أوضح لكم، بس هذا بصور لكم بعض الأشياء بعضكم. هذه ما شاء الله ساعة للتانكي، عوامة تعلمك بدل ما تروح تفتح الغطاء وما أدري وشو، هذه تشوف كم فيه وتعرف كل شيء. هذا اللي تحت للمضخة حقت الموية، هذا اللي هو ماطور الهواء ما شاء الله، ولد راجل والعزب وكل شيء الحمد لله موجود. نمشي وياكم ناخذكم لفة في النفود بالفشفش، نطعس باللي نقدر عليه، نخلي الفيديو هذا زي الفلوق، واحتمال اني بصير اصور لكم دايم طلعاتنا للنفود وغيره، يعني دايم احط لكم بدل ما اقطع لكم هالقطعات، ولا كل ما جيت اركب شيء في السياره قاعد اصور، لا خلنا يعني نكون متواصلين كثير. يلا نتحييهم، يا هلا يا هلا، بسم الله. دقيقه خل اطلع المفتاح، اقفل، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا البنزين عندي على الربع، كم يودي من كيلو؟ يودي تقريبا 109 تمام. احنا في الديره الحمد لله رازقنا ربي بقرب النفود، يعني يبعد عن بيتي النفود 5 كيلو، والضلع اللي هو الجبل يبعد 6-5، يعني على قولتهم القصب قرايبه. اكتبوا في جوجل القصب، شوفوا موقع الجغرافي وامورها كلها، كل شيء قريب الحمد لله عندنا بالقصب. انقطع الفيديو تو لان البلوتوث اتصل، ودي له ما ينقطع ابدا، يعني لو ينزل تحديث ما ينقطع كان كويس. بسم الله توكلنا على الله. زي ما تشوفون هذا النفود قريب، والجو اليوم الحمد لله ممطور. طبعا احنا اليوم التاريخ كم؟ والله ما 15/8، لا وين، يمكن 18/8 اليوم. احنا اليوم يوم الاحد، ما عاد بقيش على رمضان، الله يشرفه يا رب، جعلنا صوامه وقوامه. ما شاء الله الاجواء زينه وكل زين، يا الله لك الحمد. طبعا انا يا شباب يومياتي ترى اغلبها كلها في السناب، ما اخفيكم صراحه، يعني انزل يومياتي تصويري في السناب، يعني في اليوم ممكن 80-90 سنابة، ولعلها إن شاء الله على ما قال تفيد توسع الصدر ونضحك. وها ماني بنزل كلش في اليوتيوب للأمانة، لأن اليوتيوب بعد تصويره هل يجيك على جنب، فما ودي أنزل شيء قائم على قولتهم في اليوتيوب. دوكم ما شاء الله منقع هالأرض والأمور زين وكل زين، احنا بندخل النفود ونصوركم بعض الأشياء، ولقينا على ما قال الربع كاشتين سيرنا عليهم، هم كلميني عاد ما ادري صملوا في الطلعه ولا كشتنا انا وياكم حبي لكم والله. اي والله ما شاء الله الاجواء جميله، واليوم اصور لكم بعد بجوالي الجديد البرو ماكس، ها شوفوه، شفتوه تو ما تبارك، اخذت اللون اللي هو البنفسجي ما شاء الله تبارك الله. زي ما تشوفون الاجواء، لا يهمكم الموطل الموطل، والله اني بعد على قولتهم شو بسم الله انطلق من هنا. الموتر شوي يعني واسخ يا شباب، بس على ما قال امون عليكم يا حبايبي. الحين بوقف واذكر لكم افضل نقطه، انا ما ودي اقطع الفيديو، ودي تعيشون معي اللحظه، ما بي كل ما جد شيء اقطع الفيديو. خلوني بوقف هنا شوف في هالمتسان هذا. طبعا اللي بيس ليش مولع عندي، حاط له هنا فاصل، هذا الفاصل اضغطه يولع، اضغطه يطفي بعد ما اشغل السياره، مره ممدد له كل شيء مخفي. بسم الله افضل شيء من يوم تدخل النفود، شوف تبحث هنا تشوف هذا المخابي، هذه ما لها ثمن يا شباب، شوفوها ما شاء الله ما لها ثمن ابد، تبحث وتطلع اللي هو ال شو اسمه حق البلوف، تبي تنسم الحين وانت مرتاح، لان التنسيم يا شباب هو افضل شيء في النفود، مو بتهلك موترك وتكسر في هالمطاب، نسم البدايه. شوفوا كم في الكفرات، الكفرات فيها الان يا حبايبي 28-29، انا بخلي فيها 20، ابنقص بخلي فيها 20، 20 كويس يرضيني في السواقه ويرضي الموتر، ما يجيك ذاك اللي يفسخ الكفر. والنفود على قولتهم ممطور ومطر، بعد ترى مو مطر مو قوي، شوفوا لما نحفر انا وياكم الثرى مو واجد، ها تشوفون ها طلع
يعني مطر اليوم رش والحمد لله مبروك. وهذا الجانط يوم صورته ذكرت اللي يجوني في السناب يسألون وش جنوطك، هذه جنوط يا شباب من شركة لينزو مقاسها 16. ليش خدتها؟ حقت الوكالة شكلها حلو الحمد لله، بس انتم عارفين المقاس 17 ما يجي في كفرات كتابة ومحدودة عليك الكفرات وتتعبك، هذا مقاس 16 الأصلي بعد الأصلي ما يلقى والله، يلا لقيتها مستعملة حق بحب الخشوم. وين ال شو اسمه لا إله إلا الله المقاسي دقايق دي، أنا يجيني بعض الأيام من ربع عمل استغفر الله أنعمي مرة. إيه شوفوا هذا هذا المقاس تشوفون ورأينا ضيعت اليوم، هذا هو الله لا يعمينا 275 70 16 275 70 16 تمام، هذا هو المقاس. الحين بنسم الكفر، شوفوا كيف سرعة استجابة اللي هي البلوف هذه، هذا البلوف من شركة سباي اس بي واي عفوا انا اقول سباي، الحين سعره 250 300 في ذا الحدود. انتبه لهالنقطة ترى دايم يطيح منكم، وخلي معك احتياط بلف في الموتر. شوف كم في الكفر الحين 24 23 22 21 20، قفل بهالشكل خلاص. الجهاز هذا ترى مدة عمره سنة ونص سنتين، يعني ما قد انا قد شريت اربعة منها او خمسة ما يطولن، يخرب من الشمس ولا له عمر افتراضي، سعر حلو الان نزل. والصدق ما له غنات، ما لك غنات عنه، وانت تسوق الموتر بعض الايام يحوص يمين يسار من الهواء وتوقف دايم تحسبك كفر، فهو ينبك تشوف الشاشه لانه سريع، تشوفون من يوم فتحت البلف على طول على طول يقرا معي. ومركب ابشركم اللي هو هوبات رياضيه وفحمات ومبيايات ومساعدات ومقصات الحمد لله، الموتر عليك كلش ولله الحمد، ومنزل مقاطع واجد في القناه بس ممكن فيها جديدين ما شافوا الفيديوهات، فلذلك عشان كذا اذكر هالشيء. نسم الكفرات ونكمل لكم المسيره باذن الله. وانتهينا من اخر كفر، خلينا في الكفرات تقريبا على 20. الموتر يا شباب طبعا عليه هدرز كامل، عليه مروحه موستنج، عليه مبرد جير، الى الان ما ركبنا الفلتر والى الان ما برمجنا المهمات مره ما عاد سويتها الى الان، كل يوم باتر عقبه لان عندي مشروع اللي هو السوبر تشارج وجالس انتظر اغراضه، ولا اقدر اركب الفلتر قبل السوبر عشان الثلاجه تبي تغير، قلت خليني انتظر. في السوبر الان متردد بين لان ما حصلنا اغراضه. والموتر الى الان ما زال دفع رباعي مستمر، ما فكيت الرباعي للامانه. الموتر انا اللي فاكه باسمي من الوكاله وماشي تقريبا الان 340، نبي نشوف انا وياك 380 عفوا، بطل رياضي كامل، بشرح لكم بعد شوي الكبوت. يلا ننطلق الحين ونتوكل على الله. طبعا الكفرات زي ما قلت لكم فيها على زي ما تشوفون 23 20 21. بسم الله. هذا عندي اللي هو اسمعوا الصوت الحين، الان مسكره الدبه هذه ما افتحها صراحه الا في النفوذ، يعني الديره ما تصلح ابدا تزعج الناس على غير سنه، انا حاطها للنفوذ توكلنا على الله. الان ترى الدبل طافي يعني بدفع الرباعي المستمر ما شاء الله. جميلة 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 وممطورة ما شاء الله، شوفوا القزازة طبعا الدفع الخلفي يا شباب كويس ويطربك في النفوذ وتقدر تسايف وتقدر تزين. انا كم مرة بغيت افكها بس اشوف اللي فكوه في الفورشنر تعطل عليهم دائما اللي هو الدفراس الخلفي، فيخليك تبتل تنوفر والنوفرة تضغط على الكرونة الخلفية وكرونة الفورشنر ما تتحمل الضغط العالي لأن الماكينة 6 سلندر، فهذا اللي خلاني ما أفكه. وجايز لي في القومات يعني لو عدل الموتر وحط عليه سوبر راح تصير فزته مجنونة مجنونة ما شاء الله. طبعا إلى الآن وأنا بالدفع الرباعي المستمر ما شغلت لا خفيف ولا ثقيل، أنا دايم كل ما جيت للنهود وصورت وأنا أصور كذا تشوفون الرقم هنا أصير حاطه اللي هو بال 2 او ال، هذا ال تشوفون انا احطه دائم بال او باثنين. ليش؟ لان الجير التماتيك يبتلي عشق منه ما لها سنع فيغثك شوي فاصير احطه بال او باثنين. طيب تقول عبد الرحمن وش رايك في الجير التماتيك في النفوذ؟ انا ترى يعني جمعي يا شباب تقريبا قرابه 70 سياره،
خيرته، ممكن بعضكم ما يصدق بس اللي يعرفني يذكرها، قلت تكلمت عنها في السناب. انا من محبي الجير عادي صراحه، ما احب التماتيك، لكن شريت الفورشنر وكنت ناوي اخذ عادي ولا اخذته، والحمد لله اني ما اخذته. قايم بعمره 6 سلندلي نشيط حلو صراحه، حلو حلو مو بسيط. وزاد على ذلك بعض المواتر ما يصلح فيها ترى العادي ابد، يجك نمرته الطويله الدلي تمشي في النهود بالاول ويتعبك يا الى اخره. نبي نجرب هالنقره هذه، تراكم تشوفونها بسيطه وهي صعبه الصوت. انا ما ادري عن مساعدات انا مقسيها ولا لا، نبي نرقاها بدبل خفيف. بسم الله. لا بالرباعي الان. ابهدي لا يدمج الموتر، انا ما ادري كيف. ما شاء الله رقيناها اسهل شيء وبالثاني بعد. ما شاء الله تبارك الله. طبعا الموتر حيث عليه بطن كامل رياضي ومساعدات ويايات يطربك ما يدبج ولا شيء، علما ان الموتر طول عمره سلامه محمل، ترى التحميل له دور يعني، تخيلوا عليه ادراج وعليه تانك وعزب ومليان، فلذلك ما صعب انك يعني كانه موتر ما عليه شيء. ودي ارقاها بثقيل الان، بجرب انا وياكم، ايش رايكم؟ انا ترى الفيديو هذا حاطه لكم ما حطيته لي، والله بوسع صدوركم وسع صدور بعض، شوف النقره ترى ثقيله، مب ثقيله يعني قويه مب بسيطه. احنا بنسقع ثقيل، شوف هذا الشاحن ظهني بينقطع اليوم. ها هذا الثقيل، اشتغلت مروحه الموستنج تسمعونها؟ اي ما ركزوا على الحراره، شوفوا عشان بعد تجربه الفيديو هذا تجربه للمروحه في التطعيس، شوفوا تشتغل مروحه على تقريبا 78-80. نحطه الان بال عاد ثقيل النمر على طول بيعشق، اسمع التعشيق كيف الحين بالثاني ما شاء الله، ثالث رجعنا ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله بثالث، ما شاء الله ثاني ثالث. طبعا انا جا معي سيارات كثيره، والفورشنر اللي عجبني فيه يعني تخيلوا شريته وكان له الان ماشي 380، يعني طول معي الموتر. ليش طول؟ انا يوم اشتري بيني وبينكم ما كان جايز لي ابدا، زي ما اقول لكم غصوبا عليه، لكن تفاجأت منه خفيف نفس يعني، واجد يشوفون الفورشنر وش هايلوكس مصندق لا لا ويحقرون الهايلوكس، عاد الهايلوكس مجدوع في الشارع، هو 6 سلندل ورا الكاميرا. دقيقه يا شباب انا ما ادري ايش جا الكاميرا، ظاهر جاها نقطه مطار ولا جاها شيء، ابي امسحها دقيقه، ما ادري ايش اللي صاير لان دايم يعني يقولون هايلوكس ما هايلوكس، بالعكس يعني وش المشكله ما دام الموتر يطرب وياخذ عدد كبير من الركاب ومكيفات موزعه 6 سلندل ما شاء الله تبارك. عشان كذا والله عجبني الموتر هذا، رقتنا اللي شفتوها تو. تبون نرجع نجرب ثانيه؟ حلوه القطعه ولا يعني، فما بالكم اذا جعله فلتر ولا جعله السوبر. أبى أشد بثاني وماني بداعس إلا تحتها مرة، ولا أرقى من هنا مع الرقة الجديدة هذه. دقيقة نشوف، الله قطع ماشي بوقف، أخطيت خطأ، ما أقدر يا شباب ترى إني أسوق زي الناس وأنا قاعد أصور. أح والله تشوفون الثراء يعني، ما هنا طينة أبد، ترى هذا أصعب شيء دارين. أخطيت وعشقت بالثالث، ما لها داعي أبدا. شوف خلونا نجرب هنا، من هنا بسم الله، التقطيع هذا بعد نجرب المروحة. والله يا راقيتن، لكن هاي انا اوريك. داور مرة في نصها من حقران. شوفوا الحرارة ما شاء الله قطع، ترى مني اليوم وانا امشي بالثقيل، والمروحة ما شاء الله تشتغل وتطفي
صح ان اليوم يعني درجة حرارة 23 وبجرب لكم باذن الله بعد في الصيف عز الصيف بجرب لكم باذن الله. احنا خلصنا من الضعس بنكمل جولتنا في النهود الان انا وياكم. ترى عادي تمشي بالثقيل وهو بدي مريح بس اتعدى سرعة 60-70 يعني حفاظا للدفرنسات والصوف. انا ما احب بعد اني امشي عليها ابدا ما خلونا على دفع اللي هو الرباعي. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي يجوز بورشنر خفة النفس ما شاء الله يعني محمل شوفون ولا برمجت ولا فلتر ما شاء الله تبارك وبب بالفنجان قدر الصدام مرة. طبينا طبة يا الربع طبة على الكيف شفتوها طبينا طبة على كيف كيفكم. طبعا الصدام الامامي ترى مدعم يا شباب قبلي انا وياه يعني تضبيطه. ها بس افضل شيء لا تركبها الا وانت مركب دينامو رياضي نفس شغلي لان الدينامو حق الوكاله ترى ما يلحق خص عندك بطاريه اضافيه عندك ثلاجه الامور ما يلحق ابد. والله اني تهيط ودي افك الدفع الخلفي الرباعي. شو رايكم بالصوت يا شباب؟ انا مطلع الجوال وبلي حط مايك عشان ما يطلع لكم صج. شوف 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 والله ياهو سيف والله ياهو سيف. طبعا هذا السيوف ما اوقف عندها ابد اي ما اوقف ابد من اول كنت اخاف لقيت اني على ما قال خوفي ما نستنع. أجواء من الآخر ما شاء الله. أنا حاط يا شباب شاشة لقافة فما أشوف ما أدري إذا خرب علي التصوير ولا لا. دوكم الربيع على الأجواء والله ما أدري شكل الشباب ما طلعوا. الله يبارك الله يبارك. شو هو الاجواء ما شاء الله والله النهود مربعة السنة ما شاء الله. اوه هذا للشباب طاقين الخيمة اليوم شيخ تميم يلا حية ما شاء الله تبارك الله. لقيته متان انت اربط فيه في الصندوق من قصره ما شاء الله تبارك الله. والله اني حست عليهم الدنيا حوس ما شاء الله. هذا الدتس انا نحبه حب رأيه انا اسميه القصير ما شاء الله.
سلام. الحين قلت هذا للأسف الجنط عندي مو مضبوط والله كان علوم. سك الدرايش يجيك 600 ذباب ما لها داعي. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. هذه خيمة الشقردية. هي الشقردية ولا تبي مضيع ترى اسمها؟ هي الشقردية. ثلاثة في ثلاثة. الله يبارك. شوف الجميل اللي في وسطها. هلا ابو خالي. هلا وغلا. حمش الحب. الله والله الدواه، والله الدواه. الله يحييك اقلب. ما شاء الله، وش هالزين. وش هالزين، وش هالزين، ما شاء الله تبارك الله. والله جايبين حق الموسم. ها؟ ايه دب 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 اعطني ادب عليك علي علي انا كفو امل العافيه انا ولد خالي واحد ما شاء الله اسمعوا المطر ما شاء الله هالكريم سلام على الاجواء ما شاء الله هالكريم طلع الحين اخذنا لفه هاي الفيش فيش يا ما شاء الله يا ما شاء الله ها خيو نبينا قطعة ونبينا نثرة بعد كلهن يلا ها ها موجود لكن بعطيك قطعة افا مو بحاصل لنا نثرة ما شاء الله يلا يلا واحد الله يبارك لك نجرب لكم قطعة قررنا نشيل الاغراض ونمشي ها بن خالو هلا بالحلو حبيبي والله اصج من قولها واشوف رابطين الخيمه في الدت ولا تان علوم مره اي والله هوا هوا نقوي شوف شوف السافي ان شاء الله دوكم الفش فش 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 ما شاء الله يا ما شاء الله سلجو اليوم رسمه ما يكتمل شيء سبحان الله وجل سبحانه الله يقويك افضل شيء تنظفها قبل ما تصفطها تطلع ممتازه الوسخ ذا ما لسنا نبت الله هذه الاطناب ممتع كفو ابو فوارس ها اربع اطناب مع اللي دقيقه لا تفك اللي في المساحه انا اللي ابيه دقيقه انا جايز اللي ذا اللي في المساحه طارد طارت عليهم دقيقة 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 ها تعال دقيقة بطلع بس هذا سم اقعد يلا روح نشوفني في متانك المجرم يلا يلا لو بريسكم يلا شانك انا ابو خالد اجل منه والله الدبور شكوه عسى الله طرت يا الربع عسى الله اللي طيروني فارس هل عاوننا فارس انا واحد صح
تسجلها ودمار. زال الخبط علي نبو بيشكم. يلا يلا ها ها والله اللي يطرنا اليوم تقولني في شقره بعد شوي. كفو هذا العمدة اللي فوق صفيناها. يلا اطلع اضف وجهي. بسم الله دقيقة. هوبا طبعا الخيام هذه في الهواء تتعب شوي. دخلت والله دواهي. كفو 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 على العافية. قضينا بس انتهت المسألة. من العافية والله ابو خالد ابو علي. وهذه هي الفهدة. شغلون الفهدة. انتهينا من تصفيط الخيمة خلاص. بقي بس الزاوية هذه تكون هنا خلاص تنقلب بهالشكل. ما شاء الله هذه تلبيستها وهذا شكلها من النهاية. من العافية والله. بعدي هيا بنا نكمل جولتنا. هاي شباب قلنا بنطف العفش ناخذ نكمل لفه في النهود. ما بقيش على المغرب اليوم. هوا اصلا الجو شوفت عينكم جاهز علينا. بعدي الثلاجة الربع عندي خربانة. اي والله حاط بدالها هالفرش وتحتها مركة الى نشرينا ثلاجة ثانية الله يزينها. يا الحمضيات يا الحمضيات. استحضر الطويل. ناسيه الربع. مقناص ولا والله النهود مربع ما شاء الله. انا بدور لي تغريزه عشان اغرز ونحط لكم فعاليه بالدفلك. وها يبي له تعليق يا شباب. هنا اتوقع حلوة. هنا هنا شوف عطى يغرز احد ثميده. ها والله ماشي عجزنا. يطلع بالريس على طول. شوفون جرتي تو. انا به تعلق.
النفود والله يا هو مره هذا أشين وقت للنفود، لا هو باللي ممطور ولا هو باللي على ما قال ناشف. ترى بالرباعي يا الربع ابي يغرز ابي يغرز. واحلى فعاليه غطسنا جنب بعض. اي هذه الفعاليه اذا قالوا لك فعاليه انت ترى بنمره يدور كله حغرزنا. طيب ترى بنمره يلا انا بطلع موتري تغريز سي انا بيب متغريزه ترى يا الربع يعني بالريوس بيطلع بس انها زي ما تشوفون. وش رايكم اسحبكم؟ ما يحتاج كفو يا الدفلك والله. طيب ترى الموتر فضل فضل غير فارس فضل فضل غير بالطويل ده مو بسيط. ها يلا احط الجوال ودف معكم ما تبغى نسحبكم. يلا بحط الجوال بثبته بثبت الجوال دقيقه. ايوه يلا يا الربع استودعكم الله. ها ندوب بس حلوة حلوة شباب يقولون ما نبي سحب نبي نطلع بدون سحب قلت اللي تبون خلي سحب
والله الشباب مصملين ما نطلع الا تبريح بدون اي سحب. ولا دكم الواير موجود، واير موجود ما شاء الله. نبي نقول مو شيء، حفرنا ذا تو كله. نشوف الحين النتيجه. كفو والله يا ابو علي كفو. يلا والحين المحاوله الاخيره بعد التبريح نشوف. الدفلك كنا تعبانه قصر الدفلك. يلا فارس دفلك. نبي نسحبه قبل نطلع موتري. موتري بعد ناشف في هالرباضة يطلع نشغل الدفلك الحين طبعا بالرباعي. خذ يا فارس خذ المدفع علق باللي تبي. يلا بصورني وانا اطلع الموتري. يلا بصور. هلا هلا بالمتابعين. يعني اني ما انت بطالع، ما انت بطالع. ابو راشد صار لعب علينا. ايه دقيقه ماشي. ما شاء الله ما شاء الله. ديتسن اسحب على ورا ضايق. والله هي افضل. نجي نعاون. لا خليك على التصوير، خليك على التصوير. الله يعافيك. بعودي يا سبته ما شاء الله تبارك الله. اصبر اصبر. ها زين ما شاء الله قضينا. ارقد ترى هذا عقب سحبه الاكسجين الله يصدم. هذا اول سحبه. ايه ما شاء الله الصدام الجديد. ايه لا ضابطه ابو عزوز. مو بغريب من ابو عزوز ما شاء الله عليه. اي والله لقيت انا متى انت مشوف. ها ديدسون والله دلت ما قصر يمشي مشي ما تمشي هجوم ما شاء الله. انا اشهد موترنا دبلوكات ودبلات عشرة ما شاء الله. طبعا طايح دلت مرة. الاجواء طبعا في كل سحبة حاول ما تسحب الا بالثقيل. الثقيل يمدينا نطلع بالخفيف بس تضر الجير والكلتشات. خله بالثقيل ازين لك. اهول اهول راح مطور. يلا يلا ها ادور فك عجل فك عجل تعرف يا فك عجل. ما شاء الله تميم صندوق كل شيء فيه لم فك العجل اتوقع. المرتبه مال الفواري فوري كرصيده معصبه المرتبه. ها لقيته. ايش تبي به؟ لا عندك ذي ما تفتح ذي بلاها. هو طبعا ترى شناكير. المشكلة هناك. ايه السبته
ما تطيح تدخل ما تمسك، يبي لها مفك عجل. عساك لقيت ما تجي سحبه نجرب. يلا انا بعدك ترى يبي لها خفاهي. بعد نصك الباب ما طايح نصك الباب دقيقه دقيقه برح الباب منها حتى الباب مغرز طالع طرف الموتر الصندوق كامل طالع. لا فارس خلك هنا وانت تصور احيانا طيحك خلا بثبتها. لا تثبيتي وخاف يطيح. لا ان شاء الله يلا كفو ثبتها. ما شاء الله يا الورد غريزة. يلا تميم اركب خلها يمس شوي. بس 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 ايوه ابو راشد يلا ما يبي له شيء ما شاء الله. ايوه قضينا طبعا الدتسون يطلع بس تسهل للموضوع ونسحب. زعلانة السبت اي قدر بس قدر اللي تقول بطلعكم ايوه عشان التغريزة خفيفة. الله يقلع الساعة بسم الله عليك عليك لا خل عنك تغريزة طيبة. انتهينا اليوم من تصويرنا لكم اول فلوق قلنا نسوي كتجربة. والله يحييكم شكرا بالهوارس شكرا حبايبنا كلكم. عفوا عفوا وتعالوا بسناب وكل مكان تعالوا الله يحييكم. هذا سناب عندي وين راح وين راح تميم ايه اه وقف حنجر يلا يلا صور صور قعد 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 لا وراك قعدت ما كملتها شنو زين والله ما ادري كان ناوي يرقى بس ما قوى يحق لك وانا بعد يحق لي نمشي خلاص يلا في امان الله يا ربي اشوفكم على خير والله احييكم بسناب وهذا بارك حبيب قلبي اشوفكم على خير في امان الله يا هلا يا هلا يا هلا.